أشرفنا على بناء هذا الصرح الإسلامي الأثري ويكون بإشراف الجمعية وبمساعدة وتبرعات أهل الموصل حصراً، بإضافة إلى بعض المحافظات العراقية من بغداد ومن البصرة ومن الناصرية، فيكون هذا الصرح بناء من جديد على نفس الأسس القديمة، يكون أثري حتى نرجع على الصورة القديمة ونرجع الحياة لأهل الموصل. وكان بعض الخيرين والكثير منهم ساهموا معنا بالتبرع لبناء هذا الجامع مثل ما تشوفون، بعض مستمرين بالعمل كما هو الحال في جامع النبي شيت والنبي يونس وبعض المساجد اللي تم بنائها وإنشائها. الجمعية موجودة حاليا ونستقبل كل الأمور التبرعات حصرا أهل الموصل بإضافة إلى بعض المحافظات، بإضافة إلى إشراف لجنة الآثار متكونة من بعض المهندسين مجانا مثل الدكتور أحمد العمري والدكتور والأستاذ أبو زيدون وبعض المشرفين المهندسين متابعة معنا هنا في بناء هذا الجامع وإرجاعه إلى سابق عهده، يكون أثرا إسلاميا كما كان في السابق، وترجع الحياة إن شاء الله لمدينة الموصل وأهلها. من هذه الجوامع التاريخية المهمة المتعلقة بها قلوب الموصليين جامع العبدال بقى كما هو تقريبا على وضعه، فقامت كما أسلفنا جمعيات خيرية من ضمنها جمعية فعل الخيرات بإعادة إعمار هذا الجامع، وهناك جمعية باب السراي أيضا قامت بإعمار جامع الباشا بمساندة عائلة الجليلي الذين هم أصحاب الجامع الأصليين، وعادت الحمد لله هذه الجوامع لنا كما كانت. وهناك جوامع كثيرة بعيدة عن منطقة باب السراي عادت الحمد لله كما كانت بفضل الله تعالى ومنه علينا. قلوبنا متعلقة بهذه المساجد، بها ميزات كثيرة. العمارة الموصلية القديمة بالذات المبنية بالجص وحجر والفرش بها ميزة كلش حلوة، أنه يعني علاقتها مع البيئة علاقة تضاد، فبالصيف تشوفها باردة بدون مبردات ومراوح، بالشتاء تشوفها دافية لسماكة الجدران ولاستخدام مادة الجص الصديقة البيئة الموصلية.